في هذا الفيديو سأعرفك على واحد من أفضل الكتب التي قرأتها التي مختصة في عالم التسويق بشبكة الإنترنت، وساعدتني بشكل ملحوظ لتسويق مشاريع التجارية في عالم التجارة الإلكترونية. أنصح أي شخص يريد تسويق مشروعه بشكل صحيح ومهني أن يشاهد هذا الفيديو للنهاية، لأنني سأشرح الكثير من المواضيع المهمة في عالم التسويق. وهذا الكتاب هو .com Secrets، مؤلف الكتاب اسمه راسل برانسون. لكل من لا يعرف راسل برانسون، هو صاحب موقع كليك فانلز. موقع كليك فانلز يعد من أنجح المواقع في بناء صفحات هبوط مهنية، اللاندينج بيجز. أنا بشكل شخصي أيضا أعمل على هذا الموقع، ويعتمد هذا الموقع على جعل المتصفح المرور بعدة مراحل، هذا الفانل الذي سنبنيه، حتى يشتري منا أي منتج أو يتواصل معنا متعلق بهدف الإعلان الذي نريد تسويقه. فالعامل الأول بالكتاب الذي يتحدث عنه راسل هو الفرق بين التسويق القديم والتسويق الحديث. اعلموا أن التسويق الإلكتروني أي التسويق الحديث هو جديد نسبيا، وتم استعماله قبل 30 سنة فقط. في السابق طريقة التسويق التقليدية كانت من خلال الجرائد أو المجلات أو حتى التلفاز، يعلنون إعلان وسيكون مبين رقم الهاتف للشركة ويطلبون التواصل معهم للحصول على نسخة مجانية لمنتج أو عينة، ويرسلون العينة في البريد. وعند وصول عينة المنتج أو نسخة لهذا المنتج، سيكون مرفق لها ورقة تحاول إقناع الشخص شراء المنتج أو خدمة معينة، وسيكون مبين رقم الهاتف للتواصل مع الشركة وشراء المنتج أو الخدمة. انتبهوا للوقت الطويل حتى تحصل الشركة على هدفها وشراء المنتج. عدا عن ذلك، قلة تحكم الشركة في المعلومات عن المشترين الذي يرسل لهم هذه العينات. واليوم يوجد مجال التسويق الحديث أي التسويق الإلكتروني، الذي من خلاله الشركات تنشئ موقع خاص لها أو صفحة في ساحات التواصل الاجتماعية، من هناك تحث للمتصفحين الانتقال لصفحة هبوط landing page أي صفحة إعلان عن خدمة مجانية ستحصل عليها أو نصائح لمجال معين، ولكن بالمقابل على هذا الشخص المتصفح كتابة تفاصيله مثل إيميله الخاص أو اسمه أو رقم هاتفه أو مكان إقامته. نحن نحدد ما هي المعلومات التي نريدها. عند كتابة التفاصيل والحصول على الخدمة المجانية، ننقلهم للمرحلة الأخيرة وهي صفحة المبيعات ليشتروا منتج أو خدمة كاملة منا. انتبهوا أن هذه العملية تتم بطريقة أسرع، ونحتفظ بالمعلومات التي كتبها المتصفح لمراسلته بالمستقبل وللمحاولة مرة أخرى تسويق منتج آخر، ورؤية أيضا جميع الإحصائيات عن عملية التسويق والتحكم بها. هذا هو العامل الأول الذي يشرحه في الكتاب، أي الفرق بين التسويق التقليدي القديم لبين التسويق الحديث وهو الإلكتروني. العامل الثاني الذي يتحدث عنه راسل برانسون هو تحليل كامل للمشتري المحتمل لمشروعه. مهم جدا أن نعرف من هم المشترين الذي نبحث عنهم، من هو المشتري الذي أريد أن أستهدفه، أجيالهم، هواياتهم، جنسهم. كلما كنا أكثر دقيقين، كلما نجحنا بمشروعنا واستهدفنا الأشخاص الذي حقا مهتمين في خدمتنا أو منتجنا. ثانيا، أين هم موجودون؟ هل المشتري المحتمل الذي أريد أن استهدفه موجود بالفيسبوك أو في منتدى أي بلوج أو في قناة يوتيوب؟ ومن يتابع ولمن يستمع أيضا؟ أي لنفترض أشخاص الذي يحبون مجال المبادرة، أشخاص مبادرين جدد في المجال، يستمعوا دائما لراسل برانسون أو لشخص مشهور باسم دان لوك، أو أشخاص يحبون مجال العقار والاستثمار العقاري دائما يستمعون لجاردن كارديوم. فعلينا معرفة الأشخاص الذي نريد أن نستهدفهم، من يتابعوا، لمن يستمعوا، وأين هم موجودون. ثالثا، ما هو الشيء المجاني الذي سيجذبهم؟
ما هو الموضوع الذي سيجذبهم لإعلاني؟ هل هي نصائح أو عينة لمنتج أو مكالمة مجانية؟ ما هي الأشياء التي ستجذبهم؟ وأخيرا، ما هي النتيجة التي سيحصل عليها؟ أين ستوصل المشتري إذا اشترى منك أو استخدم خدمتك؟ الأشخاص تشتري منتجات لتحل مشكلة معينة أو لتخفيف أوجاع معينة يعانون منها. هذا هو الهدف الأساسي من شراء المنتجات أو الخدمات. عندما الشخص يشتري معجون أسنان، هو يشتري أسنان بيضاء وليس معجون الأسنان. الإنسان مبرمج لشراء حل معين لمشكلة وليس لشراء منتجات. فمهم جدا أن نعرف هذه العوامل قبل تسويق مشروعنا الإلكتروني. الموضوع التالي الذي يتحدث عنه راسل برانسون هو الحركة الخاصة بكم مقابل الحركة التي هي ليست لكم. وما يعنيه راسل هنا المعلومات التي لديكم والتي يمكنكم التحكم بها واستخدامها أكثر من مرة. فالحركة الخاصة بكم هي معلومات مثل أرقام هواتف أو إيميلات لزبائنكم يمكنكم مراسلتهم بشكل ثابت كل أسبوع أو أي فترة تريدون. وهذه المعلومات لن تجبروا لدفع المال للحصول عليها مرة أخرى. فمهم جدا الحصول على هذه المعلومات، المحافظة عليها ومراسلة زبائننا للحفاظ على علاقة معهم وتوفير لهم محتوى أو خدمات معنيين بها. ومن الناحية الثانية يوجد الحركة العشوائية مثل المتصفحين في مواقع التواصل الاجتماعي أو في المواقع الإنترنت أو المنتديات. في هذه الحركة ليس لدينا أي تحكم بها لأننا لا يمكننا مراسلة الأشخاص الموجودون هناك بشكل ثابت. لنفترض الحركة في صفحة الفيسبوك مقيدة، أي فقط 3% من المشتركين في صفحة الفيسبوك سيظهر لهم المحتوى الذي سأعلنه في صفحتي. فالحركة في الفيسبوك يتحكم بها مارك زوكربيرغ وليس أنا. وهذه نقطة مهمة جدا راسل يتحدث عنها، وهي أنه عليكم تحويل قدر الإمكان الحركة أن تكون بتحكمكم وليس بتحكم مواقع أخرى. جمعوا معلومات قدر الإمكان وراسلوا هذه الأشخاص الذي تتعاملوا معها وحافظوا على علاقة جيدة معهم. الموضوع التالي الذي يتحدث عنه راسل برانسون هو سلم القيم. وراسل يقول في الكتاب: كلما وفرنا أكثر محتوى للمشتري سنطلب مبلغ أكبر. ممكن أن هذه المعادلة واضحة لكم، ولكن الصعب في هذه المعادلة كيف نطبق العملية بطريقة صحيحة، لأنه يوجد الكثير من الأشخاص تتوقف بعد منتجين أو خدمتين يوفرونها. فانتبهوا أنه مهم جدا أن تعطوا قيمة إضافية. كلما أعطيتم قيمة إضافية، انتبهوا، السعر أيضا يمكنكم طلب مبلغ أكبر. فهذا مهم جدا. سأريكم مثال لسلم قيم يشرح عنه راسل برانسون في الكتاب. انتبهوا هنا، هذا هو سلم قيم. مهم جدا عدم التوقف في أي مرحلة. يجب عليكم توفير قدر الإمكان قيم، وبالمقابل سيكون لديكم الإمكانية طلب مبلغ أكبر مقابل هذه القيم التي سيحصل عليها المشتركين. وهذه هي قوة طريقة الفانلز، أي المرور بمراحل معينة، وليس فقط الدخول لموقع شراء منتج معين وهذا هو. هنا نحن نمرر المشتري بعدة مراحل، نبدأ معه من الصفر ونجعله يشتري جميع خدماتنا ونرفع الأسعار تدريجيا. إذا المحتوى الذي توفرونه جيد ومفيد ويعطي نتائج المستخدم، المستخدم سينتقل من مرحلة أولى لمرحلة أخرى ولمرحلة أخرى أكثر متقدمة حتى يشتري الخدمة الأعلى والأكثر مربحة لك. فانتبهوا، في الكتاب يعطي هنا مثال أنني أقدم أولا خدمة مجانية، من ثم أوفر خدمة ب$20 لنفترض كتاب معين، من ثم أوفر بخدمة أخرى ب$80 دورة معينة، من ثم أوفر الخدمة الأكبر والأكثر مربحة لي وهي دورة زائد دعم كامل لنفترض في $499. فهذا هو سلم القيم. هكذا نطبق الطريقة بطريقة صحيحة ومهنية. هذا ما يشرحه راسل برانسون في الكتاب. من ثم راسل برانسون ينتقل ويشرح أكثر بالتفصيل عن الطريقة. من ثم راسل برانسون يبدأ في التعمق أكثر عن موضوع
ممرات التسويق الماركتينج فانلز ويشرح لنا كيف نستعملها بطريقة صحيحة. انتبهوا استخدام ممرات التسويق في البداية. أولا نعرض لهم خدمة أو أي شيء مجاني لنحثهم لإعطائنا معلوماتهم أي إيميلاتهم أرقام هواتفهم، ومن ثم عند الحصول على معلوماتهم هذا يدل أنه يوجد لديهم مشكلة معينة ويريدون المساعدة، وأيضا نحن نتحكم بالمعلومات التي حصلنا عليها منهم، لذلك نبدأ في مراسلتهم وعرض لهم خدماتنا، صفحة مبيعات لخدماتنا، خدمات أولية ستكون بأسعار رخيصة، ومن ثم نبدأ برفع القيمة بالمقابل رفع مبلغ الخدمة. نبدأ بإضافة قيمة أولى ومن ثم إضافة قيمة ثانية، أبسل 1 أبسل 2. مهم جدا إرسال للمستخدمين سلسلة إيميلات ورسائل هاتفية للحفاظ على علاقة مع المستخدمين. هذا هو الموضوع التالي الذي يشرح عنه راسل برانسون. علينا الحفاظ على علاقة جيدة من المستخدمين ومراسلتهم بشكل ثابت. مهم جدا إرسال للمستخدمين سلسلة إيميلات ورسائل هاتفية للحفاظ على علاقة مع المستخدمين. تذكروا كلما رفعتم القيمة لخدماتكم أو منتجاتكم سيكون من السهل رفع مبالغها، لأنه يوجد علاقة مباشرة بين القيمة للمنتج. وتذكروا سأقول لكم جملة مهمة جدا، الأشخاص تحب التسوق والشراء ولكن لا تحب أشخاص يبيعونهم. فإذا نجحتم في إنشاء علاقة مميزة مع المستخدم وحفظتم عليها، وفي كل مرة تعلنوا عن خدمة جديدة سيشتريها لأنه لقد ارتبط بكم ويثق بكم. فانتبهوا أن الكثير من المسوقين يسوق منتجاتهم في الحال، وهذا خطأ. تذكروا المستخدمين يحبوا التسوق، يحبون شراء منتجات أو خدمات، ولكن لا يحبوا أن يبيعونهم الخدمة أو المنتج في الحال. لذلك لا تعلنوا منتجاتكم وتطالبوا بدفع المال من المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى احصلوا على معلومات المستخدمين، هذا أهم شيء، ومن ثم عندما تتحكموا في المعلومات تراسلوا مع المستخدمين من خلال برامج المراسلة، وابدأوا تدريجيا عرض لهم خدمات، ابدأوا بأسعار رخيصة وتدريجيا ابدأوا برفع مبلغ الخدمة وأيضا رفع قيمة الخدمة، لأنه كما رأينا يوجد علاقة مباشرة بين القيمة للمبلغ. لكل من يحب مجال التسويق ويريد حقا التعمق في هذا المجال أنصحه قراءة كتاب .com secrets، هذا كتاب ممتاز جدا وسيفيدكم في الكثير من المعلومات في هذا المجال. أيضا لكل من لم يشترك بقناة الأكاديمية بعد، اضغط على مربع الاشتراك لمتابعة آخر الفيديوهات بمجال التجارة الإلكترونية وملخصات كتب تحفيزية تساعدك في بدء المجال بمجال التجارة الإلكترونية. سأراك في فيديو آخر.